يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دائما يفكر في ابنة عمته، رجل دائما يفكر في ابنة عمته، السؤال هل هذا التفكير من أسباب عدم حفظ الفرج؟ التفكير ألا من يسلم منه، مجرد التفكير في النفس ألا من يسلم منه، لكن يقطع هذا التفكير، يقطع هذا التفكير ويتركه ثم ينساه بعد ذلك. نعم، لا يسترسل معه. نعم، وإن تمكن من الزواج من ابنة عمتي تزوجها بما أحل الله عز وجل. نعم، أو غيرها. نعم.